حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن الموازنة العامة للعام المقبل وعن الفساد الذي ينهش بجسد العراق. تابعونا بعد الفاصل. أثبتت القوات العراقية تدافع عن كل عراقي، كل مواطن في الأرض العراقية يثق بهذه القوات أن تحمي. قطعة ماكو، بيت ماكو، أولادي أطول مني ولا واحد معرسة من عندهم. غير الدشداشة هاي بالعراق أنا متبرع بيها الدشداشة هاي أساهم بيها بعمار البلد. راجعوا السنين الماضية شقص صرفت أموال بالقصر. راجعوا خلي هاي ياخذها اليسر لعبادي وحكومته هاي الدشداشة، غيرها الله شاهد ورسوله معه. قبل ما أبدأ حلقة اليوم أنا قلت حلقتنا اليوم عن الموازنة وعن الأموال وعن الفساد. ماجدة تميمي عضو اللجنة المالية السابقة في اللجنة السابقة في الدورة البرلمانية السابقة، اللجان الحالية لحد الآن ما تشكلت. ماجدة تميمي طلعت في تصريح عن الموازنة اللي قدمها عادل عبد المهدي إلى الحكومة اللي تخص العام المقبل. خلنا نسمع إيش قالت ونرجع نكمل الحلقة. الموازنة للحكومة حتى تضمن رؤيتها، يقولون راح نتأخر، لا هاي رؤيتك يا حكومة عليك انه تبينيها بالموازنة، ولا عاد شلون خليتوا برنامج حكومي غير اشوفها بالموازنة؟ ايش راح يصير اذا احنا هسه شكلنا اللجنة المالية وبدينا احنا نشتغل وكذا، بعدين الحكومة راح تطعن بيها وانتم تعرفون ايش قد اشتغلنا وطعنوا بيها، فليش هذا ضياع الوقت؟ خلي الدولة تخلي رؤيتها حتى نختصر وقت، احنا بعد عندنا شهرين الى نهايه السنه. دوله ما عندها رؤيه. بدايه قبل ما نبلش الارقام ظهرت اسفل الشاشه، اي شخص يحب يتصل بينا يبدي رايه، هذا البرنامج موجود حتى نسمع ارائكم. ايضا عندنا برنامج الواتساب موجود ايضا اللي يريد يكتب رساله، بس ارجو من الاخوه المشاهدين برنامج الواتساب ما اقدر استقبل عليه اتصال، فقط رسائلكم، فاللي يريد يبعث واتساب يكتب رسالته واسمه ومن وين هو، أنا إن شاء الله أقرأ لها. أرجع إلى ماجدة تميمي. ماجدة تميمي تقول أن الحكومة يجب أن تضع رؤيتها والرؤية تبين وين بالموازنة، يعني حكومة عادل عبد المهدي ما عندها رؤية. ما شاء الله عندنا خوش حكومة رشيدة. طبعا هذا المقتطف طويل، هي بداية طلعت إيش قالت؟ قالت أكو شخص عايش بالخارج ما حد يعرف منه هذا الشخص، فعليا فضائي، عنده 3 رواتب، مقدار ذني رواتب 80 مليون دينار عراقي، برا لا وظيفة لا شيء، يقبض 80 مليون، حسبتها تقريبا 68 ألف دولار شهريا يقبضها، 68 ألف دولار سنويا يعني 816 ألف دولار. ما شاء الله، احتمال باكر عقبه يدخل التقاعد همينه، مناضل الاخ، يقبض تقاعد وراتب واموره عدله وجهاله مرتاحين وما يشتغل، كل اللي يسويه ينام ويقعد ويسافر يجوز يتونس همينه، تعرفون الوظيفه دا تاذي، والمدير دوراتي حاسبه، دوراتي يشدوا له عقوبه، دوراتي يقولوا له انت مقصر بواجبك، نمت متأخر شوية. 68 ألف دولار إلى شخص، لا هو شو تقول؟ وتقول العراقي ما يقدر يعني يوجد أقل شيء يوفر له كرامته حسب ما مكتوب بالدستور، أو ما عنده لفة فلافل. لا زين تعرفون، يعني تعرفون إنه العراقي تعبان. 68 ألف دولار شهريا إلى واحد ما يشتغل ومسافر همينة، طالع دا يتونس ويقبض راتب، والله نياله. حسبتهن يعني دورت بالانترنت،
أعلى 10 رؤساء بالعالم كلها راح أقول لكم رواتبهم. دونالد ترامب سنوياً يقبض 400,000 دولار، هذا يعتبر الأعلى. طبعاً ما نحكي على العراق، العراق هم عبروهم بأشواط، تعرفون أنتوا رواتب الحكومة العراقية والرؤساء العراقيين ما شاء الله 77 مليون دينار راتب فؤاد معصوم وبرهم صالح، الله أعلم إيش قد راتب رعين شدلة أو عادل عبد المهدي أمنا الله أعلم. لو البرلمان هالسنة راح يعدل رواتب من الرئاسات الثلاث لو لا الله أعلم. لكن جاستن ترودو رئيس وزراء كندا 256,000 دولار سنويا، أنجيلا ميركل 218، شينزو آبي رئيس وزراء اليابان 241، جاكوب زوما رئيس جنوب أفريقيا 206,000 دولار، هاي سنويا مو دا أقول لكم بالشهر، يعني تحسبوها إلى آخر شيء. رئيس البرازيل 100,000 دولار، ذولا أعلى 10 رؤساء بالعالم، أولهم 400,000 دولار سنويا اللي هو دونالد ترامب، آخرهم رئيس البرازيل 100,000 دولار. وعندنا مواطن ما معروف، ما حد يعرف منه هو، ما حد يعرف شنو شغله، عايش بالخارج هو وعائلته متنعم مرتاح، لا أكو سمك مسموم يجي، لا أكو مي مسموم يجي، لا الكهرباء تنقطع عليه، لا رواتب ماكو، لا مصايب ماكو، حرب ماكو، تنظيم دولة ماكو، كل شيء ما عنده ويقبض 8 مليون. ليش الشعب زعلان؟ ليش يقولون العالم أن الحكومة العراقية ما ترفع شعبها؟ عندنا مواطن هيك يقبض، هذا واحد، إيش قد يقبضون بالمقابل؟ زين أرد أسأل ماجدة التميمي لما تطلع وتصرح وتقول المواطن العراقي ما قادر يوفر أقل شيء يوفر له كرامته حسب ما مكتوب بالدستور، زين إيش سويتوا؟ أنت يا ماجدة التميمي نفسك إيش سويتي بالدورة البرلمانية السابقة وأنت عضوة لجنة مالية كنتي؟ الشعب دا يموت، البصرة ما بها مي، مو بس البصرة، الجنوب أغلبها تقريبا ما بها مي، الوسط مدن مدمرة، بابل مصيبة الأسماك قبل كم يوم، قبل كم يوم على شاشتنا سمعنا واحد بس خسارته 257 مليون من وراء قضية الأسماك، واحد وانتو تطون راتب الواحد 80 مليون شهري، زين ليش؟ إلى متى أموال العراق تطلع برا؟ إلى متى تحس يعني إلى متى تظلون يعني بهالطريقة هاي والفساد اللي ناخركم من رأسكم الأسفل قدمكم؟ شو وقت تحسون بالشعب؟ شو وقت تحسون بالناس؟ محمد الحلبوسي ولا عادل عبد المهدي ولا برهم صالح فرحانين أنتم قاعدين على كراسي؟ والله مخازي، عمت عين الكرسي اللي يجي بذلة، شعبكم مذلول وانتو الذالي، شعبكم تعبان وانتو اللي تعبيه، انتو مرض الشعب وانتو تعب الشعب وانتو سهر الشعب وانتو كل مصايب الشعب. اطلعوا من عدها راح يرتاح والله، اطلعوا من هالبلد راح يرتاح والله، رواتبكم تطوها فلوس العراق ده تروح يمنى ويسرى، عدا الفلوس اللي راحت ببطن ايران. أول اتصال وياي اليوم أبو أحمد من الرمادي، حياك الله يا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي القناة. حياك الله. أخويا بالنسبة الموازنة بس إلهم. نعم. بس دول القارئين دول خضراء. نعم. الموازنة ما الشعب ما مستفاد من الموازنة، دير هم واحد. نعم. لأنه بس ناس لأن كلهم حشد وجيش وشرطة وعصائب وميليشيات والخزينة بس لهم، وجاي يطلعون عبد المهدي جاي الحين هم رئيس الوزراء هو وربعه للتقاعد، يعني 4 سنين عالم جاي تخدم وجاي سنين وما جاي تحصل على تقاعد، وهم كل 4 سنين واحد يسلم واحد، انت غير تحيلهم للتحقيق للمسألة والعدالة، شوف هذول الخزينة وين راحت وين الباقة، ماكو متابعة فرد نوب، يعني حرامي سلم حرامي والشعب واقع بيها، والله يعين الشعب والله يعينه على هيك أحزاب حاكمة البلد وفرده، وإحنا والله لا حول ولا قوة يا أخي، أمرنا إلى الله يرجع. نعم.
شكرا شكرا لك يا ابو احمد. عندنا اتصال اخر من واسط ابو حسين، حياك الله يا ابو حسين. ابو حسين يبدو ان الاتصال انقطع يا ابو حسين. طبعا ابو احمد ذكرني بقضيه مهمه وهي التقاعد. من المضحك في العراق انه البرلماني واللي يشتغل وزير حسب حكومات ما بعد عام 2003 انه يكمل 4 سنوات تعب بهن خطيه خدم، يعني بناء ارصفه ومدارس، ما شاء الله شفت صور المدارس كل صف ب 40 و50 طالب يبنون، يعني ما شاء الله هم ومجاري دا يبنوها بحيث اول مطره تطفح الدنيا وتفيض بغداد وتفيض محافظات العراق، ودا يبنون بنى تحتيه بحيث تشوفون اساسات محترمه بالعراق ودوائر رصينه ما بها رشوه ما بها مشاكل ما بها فساد كل شيء ما بها، دا يتعبون هم ما شاء الله بحيث من يطلعون يكرمون بتقاعد. والله يعلم التقاعد ايش قد، لأنه تعرفون التقاعد إلى نسب معينة من الراتب، وذكر أبو أحمد أنه أكو ناس تشتغل وتتعب وما حصلت راتب. أبو أحمد مو بس هاي، أكو ناس خدمت ودافعت عنها البلد، أكو ناس دافعت عنها البلد بأرواحها، أكو ضباط بالجيش العراقي السابق اللي دافعوا عن البلد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد حروبها على العراق وضد إيران وأطماعها بالعراق اللي بينت هسه وشافوها العراقيين هسه، واللي انقصت ايده ولو انقصت رجله لو راحت عينه لو راح شيء من جسمه، ممنوع من التقاعد. ليش؟ لاسباب لا يعلمها الا الحكومه البرلمانيه والبرلمان العراقي. اكو ناس اشتغلت للحكومه العراقيه لعشرات السنين وممنوع من التقاعد، ولما يروح للتقاعد ينحسب له راتب تقاعدي وهو الحد الادنى 400,000 دينار يمكن، ما يكفي يعيش أسبوع. أبو زينب من محافظة النجف، حياك الله يا أبو زينب. الله يساعدك ويساعدك. أقول لك بالنسبة لهاي على الموازنة اللي بعد لحد الآن ما أقرروها، كل سنة طلعين هم فد مشكلة وشغلة. نعم. اولا هو النفط ما بين 70 75 80 82 وهم يحسبوها على 60.5 دولار. طيب بعدين النوب رجعوا وسووا لك اياها على 56 دولار، زين على اي اساس استندوا؟ يعني المعدل 75 دولار للبرميل، هم يسووا 56 هاي وحده. نعم. ثانيا بنى تحتيه ما بنى تحتيه ماكو. نعم. ثالثا بالنسبه لتدهور الوضع التعليمي بالعراق هو سبب المدارس الأهلية والكليات والمعاهد والجامعات الأهلية. نعم. واللي هاي بفلوس طبعا. ثالثا احنا كموظفين والحمد لله والشكر اغلبنا قاعدين ايجار ومن ضمن مانع عند عائلة عمري 60 سنة ولحد لا قاعد ايجار. هذولا غرفة واحدة ما بنوا للفقير، بل افقروا الشعب العراقي لان اغنى دولة بالعالم، ما ممكن بالاستنتاج ان يكون شعبها فقير. نعم. بعد اكو شغله الاستقطاعات هاي اللي جابناها الوجه المتفهم شو اسمه هذا من ابو زينب؟ انقطع الاتصال ويا ابو زينب. يعني ابو زينب انت ذكرت يعني عده نقاط، الكليات الاهليه طبعا هي مو سبب، هي مو سبب الكليات الاهليه، اغلب دول العالم هسه بيها جامعات وكليات حكوميه وجامعات وكليات اهليه، لكن اكو قانون، اكو رقابه، اكو يعني هيئه تسير عمل هذه الكليات الاهليه والمدارس الاهليه، اكو وزاره المفروض بالعراق او وزارتين، وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وزاره التربيه تعنى بالتعليم الاساسي المدارس، وزاره التعليم العالي تعنى بالكليات والجامعات. ذن المفروض ما ينتن تصريح الا بوجود لجان مختصة لإعطاء الاعتمادات الجامعية أو لإعطاء الاعتمادات المدرسية. هذه اللجان وين؟ يعني في أغلب بلدان العالم أكو لجنة حتى لما تفتح قسم في كلية وليست كلية، قسم دا تفتح قسم التصميم الجرافيكي في كلية الفلانية في الدولة الفلانية تريد تفتحها، لازم تجي هيئة اعتماد خاص للتصميم الجرافيكي من وزارة التعليم العالي طب للكلية، تشوف محتويات القسم، فصوله، مراسمه، مراكزه، كراسيه، المعدات المجهزه الى الطلاب، ساعتها تقرر تطيع اعتماد لو ما تطيع. هذا قسم، ما بالك في كليه او جامعه او مدرسه.
هذني الهيئات الرقابية بالعراق وين؟ وين؟ هذا السر في تدهور التعليم بالعراق. من هب ودب بيت اشتراه أو أجره قلبه سواه مدرسة وقام يدرس، من هب ودب بيت اشتراه أو أجره قلبه جامعة وخرج طلاب ومع الأسف ما معتمدين لدى وزارة التعليم العالي، ما يقدرون يحصلون وظيفة وعطالة بطالة. أبو زهراء من بغداد، أم زهراء من بغداد، حياة الله أختي أم زهراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياة الله. بالنسبة إحنا ما نقول هاي حكومة، لأن من 2003 إلى هذا اليوم جاءتنا عصابات من إيران وأمريكا وإسرائيل. نعم. هاي حكومة شكلتها أمريكا وشكلتها أمريكا ودعمتها إيران. إيران استولت على العراق كله. إجوا كل الناس اللي ما عندهم لا قيم ولا أخلاق ولا مبادئ يحكم، خربوا هذا البلد وطعنوه وأخذوا كل حاصلات الزراعية والصناعية والدراسية وكل شيء إنه كوف العراق. هو هذا مبدأهم، مبدأهم إنه يخربون العراق العظيم اللي كان هو العراق اللي الأعلى في الدول العالم كله، هو العراق اللي كان يناضل من أجل الدول العربية كلها، والدول العربية هسه قاعد تتفرج علينا. كلها مؤامرة مدبرة من إسرائيل، من أمريكا وإيران. إيران ما خلت شيء، ما خربته في البلد وتريد بعد تخرب أكثر وأكثر. لكن احنا نقول إذا تريد تصير الحكومة العراقية صدق، نقول الحكومة العراقية مثل ما قبل 2003، لازم يجون يأتون الناس اللي عندهم مبادئ وكفاءات ومبادئ أخلاقية. أول الأخلاق هنا ضاعت الأخلاق في العراق، لا توجد أخلاق، لا عد الحكومة هذه ولا عد الناس اللي يساومون هاي الحكومة. فالمفروض تصير قيم ومبادئ أول مرة عد الشعب حتى ينهض، حتى ينتقم من هاي الحكومة اللي اجت لنا وينهيها ويرجع العراق سابقا. واذا ما يفكروا العراقيين اول شيء بالثقافة والمبادئ والقيم الأخلاقية لهذا البلد، ما ينهم هذا العراق، راح يبقى لعبة بيد أمريكا وإيران، راح يبقى بيد أمريكا وإيران. فهذا أنا أريد أسأل سؤال، لما هسه هذا رئيس الحكومة الأمريكية لما أعلن الحصار على إيران وأعلن كل من يساعد إيران خاصة العراق يعلن عليه الحصار أيضا، هل الحكومة مالتنا راح تأخذ بهذا القرار؟ نعم. هل اليوم تأخذ بهذا القرار؟ وصل. أسأل هذا رئيس الوزراء، هل راح هو رئيس البرلمان؟ نعم. النواب او الهلبوسي، هذا الهلبوسي اللي خلص نفسه واشترى المنصب، هل ما رجع دوره لما شاف هاي الناس اللي تدمرت بالعراق والمصر اللي تدمرت وكل المحافظات اللي تدمرت الحاصلات مالتها السمكيه؟ ما رجع دوره؟ اذا هو فعلا عراقي، انا اتحدى كل واحد بهاي الحكومه هو عراقي اصيل، كلهم عندهم جنسيات اثنين وكلهم اجوا مستعمرين من ايران وامريكا، واتحدى كل واحد قاعد على المنصب عنده اخلاق وقيم ومبادئ. وانا اشكرك. شكرا لك ام زهراء. ابو حسن من عاصمه الرشيد، حياك الله يا ابو حسن. عمر يا اخوي الغالي، السلام عليكم. يسلم عمرك ان شاء الله اخوي. الله يخليك، يطول عمرك يا رب حق نبينا محمد. اللهم امين اجمعين. هو يعني سياسه قادره مال امريكا. نعم. يعني دي تضحك علينا ودي تضحك على الدول العربيه كلها ترى، يعني مو بس علينا. اكيد. يعني العرب دي خلوهم يعني شلون نقول مكسور الرجل. نعم. يعني نعم. معاق. فهم الخطه على العرب كلهم مو بس العراق، العراق وهسه
الدول العربية كلها يعني الجزائر، اليمن، تونس، حتى المرحلة الأخيرة حصل على مصر، وأنا متأكد راح يصير على مصر. فهذول اللي راح يكون علينا الأمريكان وعقلائهم. أقسم بالله أنا ذاك اليوم شفت واحد عشاط والله، واللي خلق محمد وثوانبي شفت ذيب مادة حارقة بس ما عندي ساعة كتلة والله. ذيب مادة شنو؟ حارقة والله، دب بالماء سوت بوخة. وين؟ يعني شلون السموم عشط بس يعني شفت إذا زحش بالمكان. المهم دولة يعني هم يعني هو أنا القصد يعني بغداد لو مكان ثاني. إي بغداد بغداد. زين. بغداد. والله العظيم شفته بعين ذب مادة صارت بعدها بخار ولا لا لدي يصير سمش لدي يصير شيء. فهذول هم يعني هم أسباب إيران، هم سبب دمار العراق. نعم. وإلا هم حتى دول المتعاونين ويا إيران هم سبب ابتلاء العراق. بلي. نفس تقول محمد السياسي كلهم شلع قلع دول كما قال هذا اللي ما يعرف يحكي وما عنده مبدأ يقول لك شلع قلع كل كلاوات. بلي. شلع قلع غير غازي يثبت على كلامه بس هو من عندهم وبيهم. في العراق إذا مين خاف برجاله بس تقوم له قايمة. نعم. يعني قلت لكم سابقا قلت لكم هاي الحكومة اللي صارت أقرأ على العراق السلام إذا العراقيين ما يدافعون عن نفسهم وعن دينهم، أولا دينهم ومبادئهم مبادئ الإسلام. نعم. أنا عندي نور قد الدنيا بس عندي غيرة على بلدي يا أخي، عندي غيرة على بلدي. حياك. عندي غيرة على ديني أولا وبلدي. حياك. يعني هذا الدين اللي انبنى بالحق يعني هيك يصير بي. هم غربهم يعني ليش دمرت الغربية؟ لأن هالغربية الجازحين أحد منهم دول السياسيين قال عدة غيرة وشرف ودين، وقال دول الناس جاية من الخيم أو تحت الأمطار هسه راح تجي أو تحت الشمس العام. يعني أنا والله ما أدري إيش أقول لك يا أخي، بس دول كفرة والله، كفرة لا دين ولا ديانة ولا مذهب ولا يعرفون مذهب. ودول المتعاملين ويا إيران إن شاء الله بإذن الله يدمرون حيل الله. عندنا رجال لا حد يقول العراقي ترى ماتوا حيل الله، احنا بات يعني ست ليال بس يعني مو نحمي غير على بلدي، بس لا العراقي في رجال والله. في رجال يعني شيء جبل والله، وان شاء الله العراقيين يصحون ويشوفون هال يعني هسه هاي الثروه السمكيه حتى على السمك يعني حتى على جزاك الله الحيوانات هاي بها مفارقه يعني طبعا بها مفارقة هاي النقطة. يعني هم جايين يعني هم دولة جايين يدمرون الأرض يعني لا زراعة لا صناعة، ويحسون عن النظام السابق ما سوى شيء، ما صار خنزير مثلهم. كان تمونية خير من أول الأمان يا أخي الأمان. نعم. شفتوا هذا بازوفكم اللي زموه بالمشاهد العراقية، كم رئيس دولة أجي يتوسل صدام حسين في سبيل يعفى عنه وقطع. يعني هذا جاي يخرب البلد، يعني دولة هم دي يخربون البلد. يا شعب العراق اصحوا يا اخواني، ولا دي يحبون لا شيعة ولا سنة ولا كراد ولا مسيح ولا ترخوان ولا اي ملة. نعم. فحرام عليكم يا اخوان ضيعون العراق. ترى العراق والله علم يبقى علم الى اخر يوم عمرنا. انا عندي ذنوب الدنيا كلها والله، عندي اخطاء هواية، بس خيرتي على ديني ما تخليني اسكت. يعني ما يصير يعني هذا دينك. حياك. هسه شنو واحد بالعصائب يسووا وزير الثقافة، شو يعلمهم اللطم لو 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 النفاق لو الدجل؟ فهم دول كلهم زبالة. نعم. يعني الشعب إذا ما يقع على نفسه ويقاومهم كارثة والله العظيم. يعني هسي يجي يوم إن شاء الله يقوم الشعب. نعم. بس يجي يوم إذا ما قاموا والله يعظم بصابيحهم والله، لأن دول كفرة مو إسلام. يقول لك إحنا دولة إسلامية، يا إسلامية. نعم. يقتل معمم، يقتل خطيب الجامع، يقتل حارس مال الجامع، هذا مسلم؟ هذا مو مسلم. نعم. هم كلهم دول الزبالة مال إيران. إن شاء الله يوم قريب بإذن الله. والله عندنا رجال يشكوا حلوب والله العظيم، جو علينا بالمسجد نصلي بالاحتلال، والله ستة موعوا الأمريكان تمويع والله، واللي خلق محمد والمسؤول أمام الله. نعم. موعوا متموع ستة. نعم. وإن شاء الله ينصر دين محمد بإذنه تعالى إن شاء الله. شكرا لك أبو حسن من بغداد.
ومن ابو حسن نروح الى حسن من الكويت. حياك عفوا سعد من الكويت. حياك الله يا اخ سعد. يا هلا بيك يا بطل العراق، يا هلا بيك يا النشوي المحترم الغالي. اولا تلوث مياه البصره جريمه النكراء. نعم. ونتمنى اعاده الناس للصحيين فورا ومعالجه المرضى فورا، وكذلك البرلمان والحكومه يجب ان يعالجوا تلوث مياه العراق. تحياتي لك. شكرا. شكرا لك يا اخ سعد. أمنيات إن شاء الله نتمنى تتحقق يا رب العالمين. أبو حسن ذكر عدة نقاط، أهمها أنه يقول أكو شخص كان يرمي مادة حارقة على الشط في العاصمة بغداد. المادة الحارقة يقول لا كان دا يصيد ولا شيء. يعني أكو كثرة اتهامات حول قضية نفوق الأسماك بالعراق بهذا الكم الهائل في يوم وليلة. كثير من الأشخاص دا يأكدون أنه بعض الأشخاص وقف على الشط ودار مواد سامة أو دار مواد قاتلة، واليوم مواد حارقة يقول لما يديرها بالماء يطلع بخار. فنتمنى وزارة الزراعة لحكومة بغداد تنتبه شوية لهذه القضية. أبو محمد من الديوانية، حياك الله يا أبو محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياتي لك استاذنا العزيز وقناتكم الكريمه. حياك وبياك استاذنا. انت يوم البرنامج مالتك على مود الموازنه طبعا. اي انت تعرف الموازنه، تعرف لما انت لو ما تعرفها يا اخي لهم لحزابهم ولا عشاك السماسره مالتهم الحزاب مالتهم. نعم والله العظيم تقبل الله هاي الموازنه تنقر نصها لجماعه رفح، دول اللي كانوا برا كلها لهم. اللي كانوا برا ذول الباعوا العراق، كانوا العراق اليوم اجوا صاروا احسن من العراقيين هم بالدرجه الاولى. نعم. مع الاسف انا عندي دليل واقسم بالله العظيم احد الناس عرفونا بحزب الدعوه دعوته الواطي شالوا 80 مليون صوت، سموه سجين سياسي ومطرود من النظام، هو دعوته الواطي. نعم. شاهد الله على هذا كلامي. والله العظيم كل حزب ياخذ مالاته من الموازنه واحنا ناس مظلومين، لا حول ولا معين لنا. الله يعينكم. الله يعينكم والله العظيم. وتعال وشوف الديوانيه، شوف المجاري، وشوف الخيسه، وشوف الدمار، وشوف الدعاره صارت من الفقر. بس يا ابو محمد يعني انت واحد من الناس اللي تعي هذا الامر وتعرف هذا الشيء. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. يعني أنتم تعرفون الحق أخرس، بس مع الأسف على شعبنا بشيش كباب يتشمر وبرصيد. نعم. يبيع ضمير برصيد، يقول لك والله هذا طعن رصيد أتخذه. يا أخي موصى الله القرآن النبي موجود قال لك هذا الحرام جنبه. يا أخي ما يصير يعني. نعم. احنا نتفرج على ثروتنا في ذول الزعران. نعم 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 والله حرام علينا، والله حرام علينا. والقنوات كلها ساكتة ومأجورة كلها، وكلها تهرج لاحزابها فقط بس تلمح لاحزابها. نعم. ويسوون شلون الملك سليمان نبي الله سليمان يسوون القديس مالت كان عمار حكيم وكان المالكي وكان مقتدى وكان هذا العامري وقيس الغزالي كلهم. لو بهم خير كان رايحوا شعبهم. شلون سليمان النبي؟ لو بهم خير كان شالوا الزباله اللي طالعه تكرم بالشاشه هسه جوا النهر. ويقولوا لك راح نشتغل، ويقولوا لك راح نطي، ويقولوا لك الصحه، صحه الديوانيه 60 مليار جاي تنباق بيد مجلس المحافظه والمحافظ. نعم. 60 مليار تنباق سنويه. يا اخي انا جاي اشوف محافظه تاخذ 4 مليار دولار مدى 5 مدى 10 سنويه، وين تروح بالديوانيه؟ مجرم ما بيها الديوانيه شاهد الله نطيش، ما بيها شارع. نعم. يعني مصر جمهوريه مصر العربيه 17 مليار موازنتها، يا اخي تجي محافظه ديوانيه يجوز توصل جمهوريه مصر موازنتها وما بيها اعمال وما بيها خدمات. يا اخي ليش؟ يا اخي كلها فنادق ببيروت عندهم وبكربلاء وبالنجف وكل مكان فنادق سياحيه ويعرفون هم الديوانيه ليش يا اخي؟ يا اخي كل واحد يمتلك له بيت مليارات الدولارات ببيروت وبالاردن وبكل مكان. وامريكا متواطئه وياهم. كل صحيح. واحد عنده 20 مليار 30 مليار دولار مخلين بالبنوك، مخلين بالدول العربيه، ومخلين حتى بالدول الاوروبيه. يا اخي وينكم انتم؟ وين انتربول؟ وين الشرطه؟ وين المحاسبه يا اخي؟ هي متواطئه علينا امريكا والدول العالم كلها متواطئه علينا. احنا الفقره ضايعين بها شاهد الله. وانتم بس انتم قناتكم جاي شرطه. وشكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا لك ابو محمد. أم عبد الله من عاصمة الرشيد، حياك الله يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك والتحية لعاملين القناة والشعب العراقي الشريف. حياك الله.
استاذ انت حضرتكم عرضتوا مقطع لماجدة التميمي. نعم. لكن اكو مقطع ثاني للسيدة ماجدة التميمي وهي تعلن انه ابو مهدي المهندس يستلم راتب 3 مليون لافاد الحشد. مع العلم انه الرقم الحقيقي وهي قالته قالت انه عدد الحشد هو 500 الف. زين وين تروح هاي الاموال؟ يعني موازنة أرقام خيالية لصالح الحكومة وليس لصالح الشعب العراقي. نعم. أستاذ إحنا بنشوف هسه وزارة الداخلية يهود يجي إلى الوزارة يطلع مفاسد الوزارة اللي قبله وبعدين يسكتون. يعني يسكتون الشيء يصير عادي وأيضا يعني أكو سلبيات كلش كثيرة ويمشون عليها عادي. نعم. رئيس وزارة الداخلية إنه 7200 شهادة مزورة لقوات الشرطة. زين إنه هذا على أساس إنه أكو لجنة النزاهة. وشو ما شفنا إلى هسه لجنة النزاهة بس قادرة على الموظفين الصغار وخالتهم بالسجون. والله العظيم أنا أعرف وحدة توقيع بضغط من الناس وخلوها توقع وهزة قاعدة بالسجن صار سنة ونص. يعني على توقيع وهم اللي هي قالت رفضت بس هم اللي خلوها. يعني هذا صح. أستاذ إحنا ترى السبب إحنا العراقيين. نعم. ترى إحنا ذلينا نفسنا. إحنا نسينا ديننا. احنا صدام شقد كان قوي ومع العلم عنده سلبيات لكن مع هذا احنا ما كنا راضين عليه وبالفعل ما رضينا عليه الى ان جو الامريكان شلو كيفنا صورنا انه راح تصير حياه جديده ونصير مثل دول اوروبا او بحكومه عادله وناس بعد ما تحتاج لاحد وماكو فوارق وماكو يعني العراق راح يتفلط كله ومدن مثل ما كان في زمن عبد الكريم وزمن صدام حسين. استاذ يعني احنا يعني احنا العراقيين فكل وزير العفو كل من يصير انتخابات كل واحد يجي يصير عندنا حادثه. حادثه اللي جاء بها عادل عبد المهدي، الحادثه اللي صار فيها قتل الاسماك الثروة السمكية. وأعتقد أن الثروة السمكية مو أعتقد يعني هذا الشيء جوي الناس من فرنسا وقاموا باستجواب الأهالي في منطقة الحلة وقالوا أنه نتيجة الصراعات اللي موجودة بين رجالات المتنفذين ما أقدر أقول لك أسماء لأن أنا ما يعني ما متأكدة من عده. بلي بلي. أنه كان كل واحد يخلي قفص ليش لزيادة الثروة السمكية والاستفادة من عده. يا مسؤول يجي خليه قفص وياهم. فهم سووا الشغلة رفعوا الأسماك باعوها قبل الشغلة مالتهم وقاموا نتيجة الصراعات قاموا بتسميم الأسماك وحتى يغطي فعلته قاموا بتسميم أسماك البرحة في سن الدبان وفي قبلها في سليمانية. يعني إذا هو كان مرض يجينا من الشمال إلى الجنوب ليه صار بالجنوب بعدين صار في يقال إنه في منطقة سن الدبان يعني منطقة الأنبار وقبلها في هاي عجوبة من عجيب 2018 كيد هذا يعني شيء. فإحنا يومية ترى تتوقعوا يا عراقيين يومية إتنا حادثة. هسه الحادثة الأخيرة الله لا يقولها يا ربي إحنا نخاف يخلونا بالهواء ما تسامى وتقتل الشعب العراقي لأن هم قالين سنة 2023 أنه نص الشعب العراقي لازم يموت وهذا ما أكدت أمريكا أنه كافي 5 مليون. إن شاء الله ما يتحقق هذا الشيء. نعم. إن شاء الله ما يتحقق هذا الشيء إن شاء الله. بس إحنا أنا أرجع وأقول يا شعب العراقي ارجع لدينك. دينك أنت السبب في ضياع العراق. نعم. وأنت السبب في تثبيت الحكومة العراقية. هاي الحكومة اللي بسنتها وشيعتها يعني والأقليات اللي شاركوا في تدمير العراق لازم تخلون حد لهذا الشيء. يعني مزداد الأسماك والله العظيم كأنه شخص بيموت شخص بيموت. فإحنا شو نتقبل إنه هذه الحادثة تأثر على قوت الشعب العراقي وأكثريتهم فرحانين بالأسماك وشان تكبرهم ويبيعون بها وخلوا هسه الأسماك الإيرانية والتركية تغزو الأسواق العراقية. نعم. زين نعم. هذا يعني كان هم هذا اللي يريدوه إنه غزو تغزو الصادرات العفو السلع الأجنبية من الخارج تجينا حتى يصرفوها.
والله العظيم هذا ترى احنا سببه. فاذا احنا اذا ما نتخذ او نقوم بعمليه حل المشكله في انفسنا يا عراقيين سنصير النشاره، واتوقع انه نصير النشاره. وتحياتي لكم. شكرا شكرا لك ام عبد الله. الاخ سامي من العاصمه بغداد، حياك الله. سامي انقطع الاتصال وياه. ارجع الى ابو حسن من بغداد. ابو حسن، تذكرت الاسماك انه ليش صارت هذا الشيء. العراق اعلن اكتفاء ذاتيا من محصول الحنطه، انقطع المي، وقفت الحنطه، قلت الحنطه بالعراق، قام يستورد. اعلن العراق انه وصل الى درجه الاكتفاء الذاتي من الاسماك وراح يصدر ما شاء الله. صار اللي صار وهسه قام يستورد اسماك. يعني العراق ما مقدر له انه يصير براسه خير. خلي احكي لك اياها هيك، خلي واحد يطق مرارته ويحكي بهالطريقه هاي. شغل اللخ انه تقول العصائب يردون وزاره الثقافه، اي مو هم طلعوا وقالوا احنا حافظنا على هويه العراق. ما شاء الله، مرحبا اخوي ابو حافظنا على هويه العراق. طبعا دا احكي يا ابو العصائب، على يا هويه حافظت؟ الهويه اللي راح تتمسح جوخ للايرانيين، الهويه اللي راح تتمسح بقنادر الايرانيين، الهويه اللي يجي الزائر الايراني تلقى الجندي العراقي ينزع حذائه ويغسل رجليه. يا هويه يا هويه، والرايح والجاي ويكفخ بيك وانت تقول لي انا احافظ على هويه العراق، اريد وزاره الثقافه. ما اعرف، اخاف احكي ويقولون ليش يتنرفز. شغله اللخ اخوي العزيز، هذا الاسلام السياسي اللي دا يصير هسه بإيران وبالعراق وبلبنان وباليمن، هذا وجد من قبل اللوبي الصهيوني ومن قبل من قبل أمريكا ومن قبل اللوبي اليهودي ومن قبل إيران لتشويه سمعة الإسلام. هم لو إسلام صدق ما كان رضوا باللي صار. الإسلام عمره ما رضى بضيم جيرانه وعمره ما رضى بضيم أخوه. الإسلام الصحيح الغني ينطي للفقير، الشبعان يوكل الجوعان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا يتمشى بالليل هو احد مرافقيه في يومها، مو مرافق خاص الا مثل ما نفهمها، شخص دا يرافقه ما يذكرني اسمه، سمع اطفال دا يبكون، طبع على بيت لقمره، حكت عليه وهي ما تعرف انه هذا عمر بن الخطاب. قالت له صار لنا 3 أيام أو 4 أيام ما ماكلين. راح جاب لها طحين من بيت مال المسلمين وشاله على كتفه، والوياه يقول له خلى ساعدك، يقول له مو انت اللي راح شيل ذنوبي يا رب العالمين، وطبخ لها ووكلها وشربها، ومن راح يلا عرفت من الثاني انه هذا عمر بن الخطاب. هاي اخلاق الاسلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان المسلمين يوقعون بمصيبه كل ماله يهبل بيت المال. هاي اخلاق الاسلام. عمر بن عبد العزيز اللي يعتبر خامس الخلفاء الراشدين دوروا على فقير ينطوا زكاة بيت المال، ما لقوا، اشتروا بها اكل ونطوها للحيوان للطيور والحيوانات. هاي اخلاق الاسلام، مو هذا الاسلام اللي نشوفه، قتل وتدمير وتهجير وصلخ وذبح ودريلات وزبل وسمك ميت ومي ماكو ومي ينقطع وكهرباء ماكو ومي مسموم ومي طبيعي. اي مو اسلام هذا، هذا دين من عرفه. مصطفى السيد من مصر، حياك الله. ايوه السلام عليكم استاذ هافر. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اسمح لي حضرتك اولا اترحم على روح الشهداء، الرحمه والمجد والخلود لشهداء العراق والعزه والشرف والحريه لاخواتنا الاسرى يرحم والديك واخواتنا الجرحى. اما بالنسبه حضرتك لعصابه الاستعمار، اصلا اساسا لا حد بيثق فيهم ولا حد معترف بيهم اساسا، لا في الداخل ولا في الخارج، دول ما يعرفوش حاجه نهائيا ابدا، لا عن اقتصاد ولا عن سياحه ولا زراعه ولا، دول حضرتك جم نتيجه صراعات التنظيمات المجرمه الاستعمار الامريكي والايراني المجرم الغبي. نعم. دول جم محطوطين، لا عارفين هم فين ولا عارفين بيعملوا ايه، فما منهمش رجع، هم من سيء الى اسوء. ده لسه في موسم الشتاء القادم حضرتك العراق هيتم الشعب كله هيتحبس في البيوت. طب كوارث جايه قديمه، ربنا ينجي اهالينا يا رب جميعا. امين. وحضرتك نكتفي بتحيه اهالينا في جميع المحافظات العراقيه ويوم الهم واحد والجرح واكل له، لكن الصمود والاستبسال مهم جدا. زلزله العالم يا ابو العروبه بصمود.
العالم كان مفكرك موت، لكن مش هتموت ابدا يا ابو العروبه، لان تستمد بقوتك من الله عز وجل، والملايين بتدعي لك الان ومن غدا، وكل البشر بتحبك وبتحييك يا ابو العروبه، يا بطل يا بطل يا اللي غيرت المعركه، يا بطل يا ابو العروبه اللي ما عندكش عنصريه ولا فكر متطرف ولا طائفيه، كل الشعوب تحييك، ونحيي ونشجع اهالينا واخواتنا الناشطين الابطال الشجعان اولاد العراق، عراق العزه والشرف اللي عمرها ما انكسرت ابدا ولا هتنكسر ابدا، ولم يستطيع احد على وجه الارض، لا الميليشيات ولا التنظيمات ولا الاستعمار ولا الايراني المجرم الغبي الحاقد عدو الانسانيه ان هو يكفر بس انف عراقي بطل. العالم كله بيديك التحيه يا ابو العروبه، العالم كله بيديك التحيه يا ابو العروبه يا جياب الابطال. نعم نعم. عمرك ما ركحت الا لله، ومستمرين، وهينتصر الشعب العراقي باراده الله عز وجل على الطواغيت وعلى المجرمين واللصوص وقتله الابرياء ونهاب وسراك المال العام، قتلوا البشر والحجر والثروه الحيوانيه والغذائيه، كل ما عندهمش يا عمي، عمي عصابه استعمار متكامله كامله متكامله. نعم نعم. انتصروا عليكم باراده الله، وانا اشكر حضرتك. شكرا جدا. شكرا لك مصطفى، رجع لنا من بغداد الاخسامي، حياك الله. السلام عليكم استاذ أسد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. حياتي لحضرتك، والله احنا يعني فقدناك كثير، الله يبارك فيك ان شاء الله. موجود، والاخوه الزملاء يعني يكفون ويوفون ان شاء الله. طبعا على الراس، كلكم على الراس والله العظيم. يسلمك اخوي. اخي العزيز، يعني اذا تلاحظ انت كل فتره يطلع لنا رمز من رموز هؤلاء المجرمين. اي فش اسمه؟ يعني احنا ما نريد ما نقول يعني نستغيب احد لو شيء، بس شوف حتى السياسيين السنه صاروا رموز لايران صراحه، يعني فتعرف انت الجماعه ليش يعني هم شو وقت كانوا رموز للسنه حتى يصيرون هسه رموز لغيرهم؟ والله مصيبه. نعم. يعني شو اقول لك، يعني شو اقول لك، كل واحد ماخذ مثل المقاطعه هسه بالعراق صحيح، يبقى العراق بهالصوره هالشكل، يعني ما لا لا، يعني ان شاء الله انا اريد اقول اسلم على اخي العزيز ابو محمد من الديوانيه، واقول سبحان الله اكو ناس هناك بالديوانيه ايش يقولون القاحشق، يعني هو ما شاء الله عليه كانه صوت شاب، يعني حباب وحركته يعني على بلده يعني. اي فاقول يعني احنا استغمنا العراق والسعينات واكبرنا، احنا نرميها عليهم صراحة، على اكتافهم، لان هؤلاء هم دول يعني مفروض يعني شوف هذا الضيم، لا مو هالشاب هذا السبع هالشكل ويقول احنا كذا وكذا وكذا، يعني لا. هذا وراه مستقبل، وبعدين باكر عقبه يجي يتزوج، فلازم هم على اكتافهم احنا نسلم اياه، نقول لهم شوف الحكيم ومجموعته، الخزعلي ومجموعته، والصدر يعني مقتل الصدر فقط، لان اللهم يخلي يعني شو اسمه آل الصدر يعني. ومثلا في ناس اخرين من قصدي مثلا النجيف، هؤلاء كلهم ما يدي يشتغلون للعراق يا اخي. صحيح صحيح. يعني على اساس مثلا المالكي يقابل فلان وفلان وفلتان وكذا، يعني احنا ما نخلص من دول يا اخي، يعني ماكو ناس من العراق، مات العراق من 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 هؤلاء الابطال، بقت على مجموعه ايران فقط، يعني يا اخي يعني معقوله؟ ما يصير يا اخي، لا شلون بلد هذا يا اخي؟ هسه يعني من ازمه الى ازمه الى ازمه، ونبقى هالشكل على اساس ديمقراطيه وفج اشياء صراحه، يعني يضحكون بها، هم يقول لك احنا نضحك على الشعب العراقي، وهذا مش عارف فضحهم فضيحه شو اسمه، بس بقت الامور هالشكل، الشعب من يشوف هالشكل لازم يعني يا اخي لازم يصير على كتافه تحرير البلد. نعم. سنة شيعة ما شنو مناطقنا في المنطقه الغربيه الجنوب صحيح، لا يفضحوا لا كذا، كل شيء ماكو، بعدين هالرزق هذا البسيط ديكتلوبي، كانه يقولون للشعب من الشمال للجنوب احنا نتصرف فيكم، ما طول يعني هاي المشكله، دول كلها تابعه لايران وكلها تروح تبوس رجال الخامني وكذا، انا شل في 50 60 قناه تصب للخامني، هاي المشكله، هاي يعني هذا البلد بهالصوره وينهم؟ يعني قصدي وين العراقيين اللي صلى؟
وتحياتي لك. شكرا شكرا لك أخ سامي. قبل ما يدركنا الوقت أروح إلى الواتسابات. عندي أول واتساب من الأخ من الإمارات، كاتب اسمه مبروك الإمارات. أخو يقول الوضع في العراق عموما وهذه الحكومة خصوصا هو واقع يوصف بالمأساة الحقيقية، صعب وصفها لمعاناة العراقيين من عدم توفر الخدمات للشعب وعدم إيفاء بالوعود الحقيقية. الحكومة لم تركز على موضوع معاناة أهل العراق وأزمات كثيرة لم تحل 15 عاما هي العمر الحقيقي لواقع البلد في ظل حكومة محاصصات طائفية. والرسالة تطول ما راح أقدر أكملها أكثر، يعني أتمنى أنه تختصرها. شخص دازلنا صورة يقول فضيحة أبو مهدي مهندس، مسجل 4 ملايين جندي حجداوي والحقيقة 500,000 فقط اللي ذكرتها الأخت قبل شوية. تحياتي لقناتكم الرائعة. سؤالي عن الأخ بهجة الكردي، ليش ماكو لقاءات ويا أبو مصطفى؟ أبو مصطفى موجود الأخ بهجة الكردي، قبل فترة يعني ظهر ويا برنامج من البرامج. عندي رسالة تقول أخي أخف العجيب، هذا الشعب يتجمعون بملايين بالزيارات وهو بلجته زين العراق المذبوح واللي بالإنعاش منه يزوره ويخلصه من هؤلاء تجار الدين والعملاء، مو الشعب ده يعيش المهانة. شو وقت ترجع غيرته؟ الولاء من إيران من العملاء وكثيرين من الرعاة من الشعب المنافسين الذين قتلوا وهجروا. رسالة أخرى يقول تحية لك ولقناتكم الشريفة أخي، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم حكام العراق ينفذون بدقة خطة وضعت لهم وجيء بهم خصيصا من أجلها لأنهم أقذر ما موجود عليها. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين. أخي العزيز أفل، أقول لأخي أبو محمد من الديوانية تحياتي، إحنا اشتغلنا للعراق في السبعينات والثمانينات والآن أنتوا الشباب نرميها على أكتافكم لتخليص العراق من هؤلاء السراق. وأعتذر من ما قرأت رسالته، الوقت أدركنا، برنامج صوتكم انتهى. مشاهدين الكرام، العراق أزمة إلى أزمة إلى أزمة، ما يطلع من واحدة إلا يطب اثنين بثلاثة أتعس من قبلها. وحاليا هم ذي يحاربون الشعب بقوته وبأكله وبشربه، مي ما عندك والأكل راح ينتهي بالعراق. مقدر للعراق أن يكون شعب استهلاكي، لكن أتمنى من العراق أنه يكون واعي إلى هذه الهجمات اللي تصير عليه. أتمنى من الشعب العراقي أن يوقف بشراسة اللي ما متعودين عليه، أنه يكون ذليل، وحاشا لله أن يكون العراقي ذليل. أتمنى أن نلتقيكم على خير إن شاء الله، نلتقيكم في برنامج صوتكم آخر في نفس الموعد إن شاء الله، وإلى اللقاء.